اجتاحت الجماهير أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط مباشرة بعد صافرة نهاية مباراة الجيش الملكي وضيفه المغرب الفاسي، وهي المواجهة التي حسمها النمور الصفر بهدفين دون رد. وحاولت بعض الجماهير المحسوبة على نادي الجيش الملكي الوصول إلى حكم المباراة والاشتباك مع رجال الأمن بأرضية الملعب. وعرفت مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي حضورا جماهيريا كبيرا وأيضا تنقلا هاما لعشاق النادي الفاسي الذين توفدوا منذ صباح اليوم على العاصمة الرباط لدعم فريقهم في واحدة من أبرز مواجهات الكأس الفضية. ووفق المصادر فإن بعض مناصري الفريق العسكري حاولوا التوجه صوب جماهير المغرب الفاسي، ما تسبب في مشاكل كبيرة وكاد يتحول إلى ما هو أكثر بعد أن تجرأ عدد منهم على رشق رجال الأمن في مشهد يسيء إلى الكرة الوطنية. وحسب المصادر ذاتها فإن خسائر كبيرة طالت المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله على مستوى المرافق، كما أن عددا من المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى مع إلقاء القبض على مجموعة من الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة. وقررت السلطات المحلية الإبقاء على جماهير الماس داخل الملعب في انتظار أبعاد أنصار فريق الجيش عن محيطه، تفاديا لأي صدمات، خاصة أن أعمال الشغب امتدت إلى خارج المركب. من جهتها كسرت جماهير الماس عددا من كراسي الملعب في وقت قرر رجال الأمن الإبقاء عليها بالملعب في انتظار تأمين خروجها وعودتها إلى العاصمة العلمية. ويرجح أن تصدر الجامعة الملكية لكرة القدم عقوبات بحق المتورطين في هذه الأحداث حسب ما تنص على ذلك القوانين المنظمة. وجدير بالذكر أن الجماهير لم تعد إلى الملاعب إلا مؤخرا بعد أشهر من الغياب بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.